أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا كما هي عادتهم، أنهم عادتهم الوسطية في كل الأمور ولله الحمد، فهم لم ينفوا الشفاعة مطلقا كما نفتها المعتزلة، ولم يثبتوها مطلقا كما غلا في إثباتها القبوريون والخرافيون، وإنما قالوا الشفاعة حق لكن إذا توفرت شروطها المذكورة في القرآن الكريم، إذا توفرت شروطها فهي حق. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة الوسطية.